حنا نتمشوا مع الخلق. اللي ما كانش الغلم ما نخدموش. هاك معايا؟ ما تخدم لا خضره لا قش لا والو، كل شيء الغلم. إعادة فتح الأسواق الأسبوعية للماشية لم يكن حدثا عابرا بالنسبة للموالين، لما يكتسيه من أهمية باعتباره الفضاء الاقتصادي أو البورصة المحلية للماشية ومصدر دخلهم الوحيد. يتحل السوق رانا لاباس، رانا في رحمة ربي دار وهذاك، رانا نبيعوا زوايننا الحمد لله. ما قصيده كان السوق مبلع، ما نبيعوش زوايننا والغشي باش يكيل، ما عندهاش زوايل. والزوايل ديال الغشي هذا يتحرك بالزوايل هذه، هي وين ما عندهاش حاجه اخرى. والسوق يتبلع عليها يغبن الناس، ما عندهاش وين تبيع. وحنا المصرف تاعنا هذا هو زوايل السوق، كما خدموا السوق ما عندناش منين نجي. الناقلون كما تجار الاعلاف والخضر والالبسه وقطع الغيار غيرها من السلع مرتبطون بشكل ملفت بنشاط الموالين، فإن غاب الموال توقف الحديث عن البيع والشراء وخيم الجمود على هذا الفضاء. السوق هذا هو البلاد، تحيا بالسوق وتحيش بلا سوق. الموال راه يجوا هنا يحيوا كلش، القاشي واحد يبيع الخضره، واحد يبيع الماكله، واحد كل واحد يبيع حاجه. جو هنا ناكل الخبز هنايا باللوطو، هذه نشاريها باش ناكل الخبز به. هذا كاين اللي عنده اسم يجي شريك، وكاين الجزاره، وكاين الناس اللي راه عايشه بهذا هذا راه عايش بلا سوق بلا موال. ما نخدموش احنا، ما نخدموش ها، احنا نتبعوا الموال نتبعوا المال. بلا موال كلشي حابس، كي تكون الغلم نخدمه، ما تكونش الغلم ما نخدمه والو. أسواق الماشية باتت إذن محور عديد النشاطات التجارية، موفرة بذلك مناخا اقتصاديا للتبادل وإيجاد فرص عمل غير مباشرة. يبقى على السلطات العمومية السهر على تنظيمها ومراقبتها وتوفير المرافق المتعارف عليها في مثل هذه الفضاءات.